أمازيغ سن. والسؤال: من هو بطل المقاومة الأمازيغية ضد الرومان يا جميلة؟ هل هو يوبا الثاني؟ هل هو يوغورتا؟ هل هو ماسينيسا؟ أم تكفاريناس؟ هذا القائد قاد مقاومة شرسة ضد روما وأخرج روما وهدد روما من الجزائر وأعلن أن روما للبيع، محطوطة للبيع يعني للقادة المجاورين، وقال مدينة روما تباع لمن يشتريها فهز الكيان. هكذا يصف مفدي تلك المقاومة الشرسة التي انتصر فيها على الرومان. فهل هو يوبا الثاني، يوغورتا، ماسينيسا أم تكفاريناس؟ والله ما عندي حتى فكرة. بصح بصح شوف الجزائريين يا أخا من قاعدين زاد هذا البيع في روما الماء أروع وراي مع تطل البيع أبندر حتى أنا روما للبيع رجلة ما كانش ما كانش. فجاء على نهجه بحكم الجماهير يفشي الأمانة وقال مدينة روما تباع فمن يشتريها فهز الكيان ووحد سيرتا قسنطينة ووحد سيرتا بأعطاف كاف وأولى الأمازيغ عزا وشأنا. الله. فهل هو يوبا الثاني، يوغورتا، ماسينيسا أم تكفاريناس؟ استبعد تكفاريناس. شوفي مع تكفاريناس ما حبش يجي انت مستبعد، قالت لك تكفاريناس مستبعد ما سقسيتنيش انا كذلك استبعد تكفاريناس. تبقى بين ماسينيسا ويوغورتا ويوبا الثاني. يوبا الثاني هذا رجل اديب وعالم وفيلسوف وطبيب و انسان مسالم يعني. انا ما عنديش فكره عليهم. السؤال الاخير يا جميله رايك؟ رايي انا نحيت لك تكفاريناس كيما انت، يبقى يوبا الثاني ويوغورتا وماسينيسا ويوبا. هي نحات يوبا، انت نحيت تكفاريناس، قالها يوغورتا وماسينيسا. يوغورتا وماسينيسا وطبعا يوغورتا هو حفيد ماسينيسا باش نتفاهم، معناها ماسينيسا اسبق من يوغورتا. دعوا ماسينيسا يردد صدانا ذروه يخلد زكية دمانا وخلوا سفاكس تحكي لروما مدى الدهر كيف كسبنا الرهانة وكيف غدا ظافرا ماسينيسا بزامة لم يرضى فيها الهوانا. فجاء على نهجه بحكم الجماهير يفشي الأمانة على بوزهرون يغرطة تحتاج هذه البزهرون. انا نقول يا استاذ معليش ندخل سي عبد الحميد. تفضل انا في دار. تفضل الاستاذ تكلم كثير. انا في رايي انه على المباشر ماسينيسا، وقد يعني اعطيت لنا يا استاذ ابيات شعر. دعوا ماسينيسا يردد صدانا ذروه يخلد زكية دمانا. هي شوف لي انا رايي قصه تحكي لروما هو ماسينيسا وابلى بلاء حسنا وروما حارت فيه كما قلت حتى درها للبيع حطها للبيع صح وابلى بلاء حسنا وروما حارت فيه